لما بدأنا البرنامج هنا كنا حاطين هدف قدامنا إننا نسلط الضوء على صناعة المحتوى اللي بيقدموا محتوى مفيد ينفع الناس، ولكن وإحنا ماشيين في الطريق وبندور على الناس دول شفنا حاجات كتيرة قوي ممكن نقول إنها أغرب من الخيال. ومع الأسف الشديد لقينا ناس عندهم ملايين المتابعين وكل اللي بيقدموه عبارة عن إسفاف حقيقي، ولكن مع الأسف الأكتر بيتابعهم وماشي وراهم ملايين الناس. وشفنا كلنا من كام يوم انه تم القبض على واحده من البلوجرز المشهورين وتوجه ليها تهم النصب على المواطنين، وقبل كده شفنا برضو اكتر من حاله تم القبض فيها على اكتر من بلوجر تاني، وطبعا الاسباب بتختلف ومنها طبعا كمان اسباب اخلاقيه. المشكله هنا زي ما قلت لكم ان الناس دول عندهم ملايين المتابعين، وده اللي خلانا نقرر ان احنا ننور اللمبه الحمراء النهارده، وزي ما بيقولوا كده ندق جرس الانذار عشان كل اولادنا وشبابنا يفهموا شيء مهم قوي، وهو انه مش اي حد مشهور وعنده ملايين المتابعين ينفع ان احنا نمشي وراه.